فهميني عشان اقدر اقف جنبك واساعدك. افهمك ايه؟ وبعدين ايه الدخل اللي انت داخلها دي؟ وطي صوتك لحسن بلبله تصحى. انت اللي عملتيها مش كده؟ عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه. انت اللي موتي هيثم. انت عايز تلبسي وسيبها وخلاص؟ عايز تطلعني قتلت قتله؟ بقول لك ايه يا ام بلوزه؟ الله، ما انت سبق وعملتيها قبل كده. ايوه، كانت ساعة شيطان وراحت لحالها، انما دلوقتي انا مش مصدق. تصدق ما تصدقش، انت حر يا اخي. انت ايه؟ هتعمل لي محكمة ونيابة؟ يا اخي ما تخنقنيش واسكت خالص. امال خبيتي بلبلة عندك ليه؟ مروة، انسانية، جدعانة، ولا انت عشان خايف من عيالك عايز كل الناس تخاف؟ توكس وكفي على خيبتك مجور واسكت. الرجالة قال اهي دفعتك في الكلام دي اللي مشككاني فيك اكتر. تشك بقى ما تشكش، انت حر يا عم. خليك في حالك وانا في حالي. ام بلوزة يوه، اخنقني بقى اكتر ما انا مخنوقة. ايه مستثر فيها شوية الهوا اللي انا بشمهم؟